وجه كمساعدات لسكان مدينة الورود البليدة، مبادرة تضامنية تحرك لها الكثير من السكان المتاهبين لتقديم كل ما يلزم المواطنين بالبليدة بعد فرض الحجر الشامل عليه. عبد العالي أرحومة علمنا بهذه المشاهد وبعض التصريحات. بكميات معتبرة ومرشحة قابلة للزيادة، وهذا بإعانة من طرف كانت معنا جمعية خيرية تاع الدويرة من ورماس، وهذه الهبة موجهة إلى إخواننا في البليدة. أبت جمعية الدويرة الخيرية أن تشارك في هذه الهبة من خلال بمعية مجموعة من الشباب وفلاحي وتجار بلدية ورماس، وذلك تعبيرا عن تآزرهم وتضامنهم مع إخواننا في البليدة. كلمونا باللي رانا باش ندوا مساعدات لولاية البليدة، تبرعنا بالشاحنات في زوز، هذا الشاحنات في زوز باش نوصلوا لهم بضائع لولاية البليدة. السائق ها هو باش يوصل الشحنه الى ولايه البليده، وان شاء الله توصل سالمه ان شاء الله غانمه. وهذا هو الشعب الجزائري، ماذا بنا نبادر بالشيء اللي نقدروا عليه ان شاء الله. وسننتصر ان شاء الله على هذا الوباء، فهمت؟ وديننا راهي في ديننا، باك الدين الحنيف يحثنا على التكافل والاجتماعي والفقير والاسر المعوزه. نختم